تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد بايدن يزور محمد حسنين هيكل في الأهرام، قصة مثيرة. الكاتب الكبير الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل هو أشهر صحفي في تاريخ مصر. الدكتور جمال حمدان قال إن هو الصحفي الأول في العالم. محمد حسنين هيكل ولد 1923، في 2023 يبقى 100 سنة على ميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل. فعاليات كتيرة في مصر احتفاء واحتفالا بمرور 100 سنة على مولد الأستاذ كما يلقب في الصحافة المصرية والعربية. اتعمل في متحف الحضارة حدث كبير جدا بحضور الرئيس السابق عدلي منصور وشخصيات كتيرة، والسيدة هداية تيمور زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأيضا رئيس تحرير ساندي تايمز وشخصيات أخرى من الصحافة المصرية والعربية والعالمية. كان حدث كبير جدا، وأحداث أخرى في نقابة الصحفيين في دار الأوبرا احتفالا بمئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل. محمد حسنين هيكل أخذ جائزة الملك فاروق في الصحافة أكتر من مرة، وبعد كده كان مقرب من الرئيس محمد نجيب، ثم بقى مقرب جدا جدا من الرئيس جمال عبد الناصر، وقربه من الرئيس جمال عبد الناصر هو اللي خلاه في المكانة الكبيرة ديت إقليميا وعالميا. بعد كده كان قريب جدا من الرئيس السادات سنة 1974، وبعدين افترق الرئيس السادات مع الأستاذ محمد حسنين هيكل. واصل محمد حسنين هيكل لقاء رؤساء مصر فيما بعد، وقابل الرئيس السيسي أكثر من مرة. الأستاذ محمد حسنين هيكل كان رئيس على أكابر الفكر والأدب والثقافة في مصر. كان رئيس على توفيق الحكيم الأديب العالمي الكبير، الأديب العالمي الكبير حائز نوبل الأستاذ نجيب محفوظ، الأديب الكبير الدكتور يوسف إدريس، الفيلسوف زكي نجيب محمود، يعني شخصيات كتيرة جدا مهمة وكبيرة. الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، بنت الشاطئ، الفيلسوف زكي نجيب محمود، المفكر لويس عوض، كل الأسماء الكبيرة ديت على رأسهم نجيب محفوظ توفيق الحكيم كانوا في الأهرام وقت رئاسة الأستاذ محمد حسين هيكل للأهرام. إذن هو عايش رؤساء وتحدث في تلك العصور عن قضايا مختلفة، وترك عدد من المؤلفات والمقالات الكثيرة. الأستاذ هيكل قابل كتير من قادة العالم، وعنده كتابين مهمين في هذا الإطار ننصح بهم السادة المشاهدين المهتمين. في كتاب ممتاز اسمه زيارة جديدة للتاريخ. الكتاب ده من أروع ما كتب محمد حسنين هيكل. هتلاقي فيه حوارات مع شخصيات كبيرة قابلها الأستاذ هيكل، وكاتب الحوارات دي بطريقة جميلة جدا وطريقة أدبية فاخرة. هتلاقي حوار فيه مع الملك خوان كارلوس ملك أسبانيا، مع ديفيد لوكفيلر اللي هو الملياردير العالمي وأحد أباطرة منهاتن في نيويورك. هتلاقي كمان شخصيات بوزن تاريخي كبير زي ألبرت أينشتاين، الأستاذ هيكل أفرد فصلا عن لقائه مع البروفيسور ألبرت أينشتاين في أمريكا. الكتاب الثاني الممتع جدا والجذاب للغاية اللي فيه الأستاذ هيكل اتكلم عن علاقاته ولقاءاته مع قادة العالم، اللي هو كتاب أحاديث في آسيا. هتلاقي بقى قادة الهند وباكستان وبنجلاديش والصين، هتلاقي حوارات مع شوين لاي رئيس وزراء الصين الشهير، هتلاقي حوارات مع إنديرا غاندي، مع والدها نهرو زعيم الهند أول زعيم بعد الاستقلال، هتلاقي مع مجيب الرحمن اللي هو كان زعيم بنجلاديش وقت الاستقلال، هتلاقي شخصيات كتيرة جدا حوارات ممتعة، وأيضا مع رئيس وزراء اليابان لأنها كلها أحاديث في آسيا. الأستاذ هيكل من الشخصيات العالمية اللي قابلها أيضا الرئيس الفرنسي وأشهر سياسي في فرنسا في العقود الأخيرة هو شارل ديغول. الزعيم الفرنسي شارل ديغول الأستاذ هيكل دايما بيقول إن مش ممكن نفهم سياسة بدون خريطة.
اي سياسه عالميه لازم تحط الخريطه بتتكلم علشان تعرف بتتكلم عن ايه. لكن هو بيقول انه اخذ النصيحه ديت من شارل ديجول. شارل ديجول هو اللي قال لهيكل لازم دايما تبص على الخريطه علشان تعرف موازين القوه في المنطقه اللي انت مهتم بيها او في العالم. وقال له مره تعالى بص كده على الخريطه قدامنا بعد هزيمه 67، وقال له ادي اسرائيل شوف موجوده في مساحه قد ايه، وادي العالم العربي موجود في مساحه قد ايه، وقال ان مش ممكن التاريخ يكون لصالح اسرائيل على حساب العالم العربي، لانه الجغرافيا بتقول كده انه يستحيل هزيمه العالم العربي في المستقبل في مواجهه اسرائيل. ايضا فرانسوا ميتران الرئيس الفرنسي الشهير زار الاستاذ محمد حسنين هيكل في مكتبه في الاهرام، لكن وقتها كان ميتران لسه رئيس الحزب الاشتراكي وكان لسه ما وصلش الى منصب رئيس جمهوريه فرنسا. انما كمان في شخصيه مهمه جدا عالميا زار الاستاذ هيكل في مكتبه في الدور الرابع في الاهرام قبل هذا الشخص ما يكون ايضا رئيسا لقوه عظمى، هو السيناتور جو بايدن. جو بايدن هو عنده 30 سنه، كان اصغر سيناتور في مجلس الشيوخ الامريكي. راح زار الأستاذ هيكل في الأهرام واتكلم معه عن احتمالات الحرب. كنا لسه ما حاربناش، الكلام ده كان في أول سبتمبر أو آخر أغسطس سنة 1973، يعني قبل حرب أكتوبر بشهر وأسبوع تقريبا. فجو بايدن سأل هيكل عن رؤيته لاحتمالات الحرب، وهيكل قاله أن الحرب صعبة جدا ومش واردة ومش هنحارب إسرائيل في المرحلة القادمة. جو بايدن قابل كمان شخصيات أخرى سياسية مهمة في مصر، ليس من بينهم الرئيس السادات اللي كان في جولة عربية علشان يرتب لحرب أكتوبر المجيدة اللي كانت بعد كده بحوالي 37 يوم. الأستاذ هيكل كساس الآخرين قالوا لبايدن إن الحرب مش واردة إلى حد كبير أو مش واردة في المدى المنظور كله. فجو بايدن طبقا لوثيقة للسفير الإسرائيلي في واشنطن قال إنه المصريين مش هيحاربوا. في كتاب اسمه 1973 الطريق إلى الحرب، هذا عنوانه، للمؤرخ الإسرائيلي يغال كنت، بيقول فيه إنه هيكل قال لبايدن إن احنا مش هنحارب، والآخرين قالوا كده لبايدن، وبيتساءل هل يا ترى المصريين استخدموا بايدن في خطة الخداع في حرب أكتوبر 73 ولا ما كانش بالضرورة ده قصدهم، أو ما كانش بالضرورة ده قصد بايدن إن هو يوصل لنا معلومات لم تكن صحيحة إن المصريين مش هيحاربوا لكن المصريين حاربوا فيما بعد. الأستاذ هيكل مر بالحياة السياسية المصرية منذ الملك فاروق وحتى رحيله، اتكلم عن قادة مصر ورؤسائها عبر كل هذه العصور. في 2014 وصف الأستاذ هيكل الرئيس السيسي وقتها بأنه مرشح الضرورة، وقال إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة المنظمة والقوية والقادرة وإنها الأنسب في هذه الظروف التي تواجهها مصر، والتقى الرئيس السيسي أكثر من مرة فيما بعد. الأستاذ هيكل تاريخ كبير، لكن ده مش معناه الاتفاق مع كل اللي قاله في مؤلفاته، لا سيما رأيه في حرب أكتوبر أو رأيه في الرئيس السادات أو رأيه في قضايا متعددة. وسبق لي كتبت سلسلة مقالات بعنوان هيكل وقفة مع الأستاذ، ولا زال تقديري أن هيكل الصحفي والكاتب والموهبة العملاقة لا اختلاف عليه، إنما هيكل السياسي وصاحب الرأي لا اتفاق عليه. رحم الله الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل الذي تمر في هذا العام 100 عام على ميلاده. بايدن زار هيكل وزعماء آخرين، وهيكل التقى كثير من قادة العالم، قصة كان يجب أن تروى.